البايركس وضعتها زوجة عالم في صناعة الزجاج عام 1913. خطر لها أن الزجاج القوي المستخدم في كريات المصابيح سيكون رائعاً لخبز قوالب الحلوى، ففعلت ذلك وحقق قالب الحلوى النجاح، وأطاح بفكرة أن الزجاج أضعف من أن يدخل الفرن. اليوم تجدون أواني طهو زجاجية متنوعة الأشكال في معظم المنازل، وصفة حقيقية للنجاح لصنع بعض الأطباق. ملقمة عجينة تدفع المكونات داخل أتون ضخم وهي تراق من صندوق علوي. السلك الرملي هو أهم مكونات المزيج، إنه مادة بلورية تجعل الزجاج شفافاً، وتتضمن العجينة أيضاً كربونات الصوديوم التجارية وزجاجاً معاداً تدويره. بعض المكونات الأخرى هي سر المهنة. يحمل أتون هذا المزيج حتى درجة الذوبان، حرارة تفوق 1500 درجة مئوية. تتحول العجينة إلى زجاج ذائب يشبه الحمام. الزجاج بشكله الحمامي سيمضي 24 ساعة داخل الأتون. عند مغادرته الأتون تقصه مقصات ميكانيكية إلى كتل. تنزلق الكتل على قناة مبردة بالماء وتوضع في قالب بشكل طبق الخبز. ثمة 16 قالبا فوق طاولة دوارة. تسلم الطاولة القوالب الممتلئة بالكتل إلى مكبس يضغطها لتأخذ شكل طبق الخبز. متابعة دورانها تضع الطاولة القوالب أسفل أنابيب نفخ. يبرد الزجاج المقولب حديثاً ليحتفظ بشكله. ترفع ذراع ميكانيكية طبق الزجاج بواسطة آلية المص وتضعه فوق طاولة دوارة أخرى. مضارم علوية وسفلية ترسل لهباً يحرق الأواني الزجاجية. هذا الطبق يتعرض لحرارة تفوق 1000 درجة مئوية. تلين هذه العملية الأطراف الحادة لتكون الحافة ملساء. بعد ذلك تنفخ خراطيم هواء عالي الضغط يبرد الأطباق ويجعلها صلبة، فترفعها ذراع ميكانيكية من دون أن تلحق بها ضرراً. تنقل الأطباق الزجاجية إلى حزام ناقل. في مكان آخر ذراع أخرى تدخل الأطباق داخل الأتون، حيث تقوم دورات التسخين والتبريد بمعالجة الزجاج، وهذا ما يمنح البايركس قوتها. حان الآن وقت تغطية الأشياء بغطائها. مكبس مختلف يضغط كتل الزجاج ليعطيها شكل الغطاء. كل غطاء يحتاج إلى مسكة، إذن يشكلها صمام داخل القالب، ثم يدفع الغطاء إلى الأعلى لتلتقطه ذراع ميكانيكية. تقلب الذراع غطاءها وتضعه فوق حزام الناقل. ها هي الأغطية تتحرك لتجتاز أتوناً معالجاً، وعند خروجها تقوم مروحة بتبريدها لتمسكها للأيادي البشرية هذه المرة. يتفحص العمال كل غطاء زجاجي قبل توضيبه. على خط آخر ثمة منتج صنع للقياس. منصات صغيرة ترفع أكواب القياس إلى أذرعة ماصة ناتئة من آلة ذات شاشة حريرية متطورة. مدحات مطاطية صغيرة تدفع المينا عبر شاشة وتطبع القياسات على الكوب. وداخل مختبر يعامل أحد العمال بخشونة شديدة عينة من الأطباق بفركها بالورق المرمل يعادل سنوات من البلا جراء الاستعمال. لكنه سيكون عرضة أيضاً لشكل أسوأ من إساءة المعاملة. يركز أداة حادة في وسط الطبق ويضربها بواسطة مطرقة. هل سينكسر من دون أن يتناثر قطعاً صغيرة؟ تحطم نظيف، أي أن هذا الطبق قد طابق معايير الجودة.